النادي الاهلي او ما كابتن ابو تريكه لن تندم باذن الله على هذا القرار. لا لا الحمد لله. ومعانا الدكتور شريف ابو النجا، عايزين نعرف ايه يعني لماذا اصراره على هذه المداخله. دكتور شريف، دكتور شريف اهلا يا كابتن عادل، ازي حضرتك؟ اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ كنت حريص يا دكتور لما عرفت ان ضيفنا الكابتن محمد ابو تريكه انك نتصل ببعض. والله انا عرفت بالمصادفه، لان انا كنت عايز اقول لك حاجه يا كابتن عدري. احنا كنت بكلمك النهارده بالمصادفه اسالك ان التدريب بتاع النادي الاهلي امتى بكره، عشان اقول لك حاجه. محمد عمل المستشفى دي كتير قوي، وعملها بجدعنه وبحب، ومش عايز حد يعرف هو بيعمل ايه. كفايه ان كانت الناس بتكلمنا من كل حته في العالم تقول لنا كفايه ان ابو تريكه بيتكلم عنكم. ثلاثه، تخيل كم الخير اللي جابه محمد لهذه البلد ولهذه المستشفى. فاحنا كنا واحنا لسه مصممين، احنا مطلعين اتوبيس بكره من المستشفى الساعه 5:30 ان شاء الله، بالاطفال بتوع المستشفى خارجين بعد ما هيخلصوا العلاج عشان يجوا لمحمد في التدريب. واعتقد ان دي ما هياش حاجه فيها رياء ولا حاجه، الحب ده بيجي من عند ربنا. فحضرتك لما قلت لي النهارده ان هو معاك في البرنامج، فكنا عايزين الاولاد عندنا عايزين يقولوا له حاجه صغيره، فتسمح لي محمد خليل يقول لك حاجه بالنيابه على الاولاد في المستشفى؟ ده معاك واحد من الاطفال عايز هو واحد من الاطفال عنده سرطان في الغدد الليمفاويه ومن بينها، وهو عايز يقول لك حاجه بالنيابه عن اطفال المستشفى. ايوه يا محمد، هيملك بكره باوتوبيس كامل ان شاء الله في التدريب. ربنا يخليك. طب عايزين محمد بقى يقول لنا ايه. محمد خليل اتفضل يا خليل. الو، السلام عليكم محمد. انا شكلها رجعت. كابتن محمد ابو تريكه معايا؟ ايوه يا حبيبي، عامل ايه؟ كويس الحمد لله. انا اسمي خليل ياسر السيد. اهلا بيك يا خليل. انا عندي سرطان في الغدد الليمفاويه. ربنا يشفيك كده يا خليل ان شاء الله. وبتكلم من الاوضه بتاعتي، ونفسي اقول للكابتن محمد ابو تريكه حاجه. اتفضل يا خليل. ممكن يسمعني؟ اتفضل يا حبيبي، اتكلم انا سامع. ابو تريكه انا هاديله قصيده شعر، يا ريت تسمعها مني بالنيابه عني وبالنيابه عن المستشفى. اتفضل يا حبيبي، اتكلم. ابو تريكه يا فنان، انت بجد صحيح انسان. سافرت او ما سافرتش، في القلب ليك مكان. اطفال 57 تهديك احلى تحيه، وتقول لك بقلب فرحان بنحبك وفي اي مكان. دي حكايتك دي حكايه ما تتوصفش في روايه، دي قلوب بجد بتدعي لك ومن قلبها بتهدي لك. احلى تحيه واحلى واحلى سلام يا اجدع واصدق انسان. بنحبك وبنستناك، وعقولنا وقلوبنا معاك، وبجد شرفتنا واحلامنا شاركتنا. وهو جه الوقت خلاص علشان نقول لك وباخلاص ان احنا بجد معاك، ولو هتسافر فين وياك. دي مش قصه وليها نهايه، دي بجد بجد بدايه لحكايه انسان بسيط ما يهموش شهره ولا صيت. ووقفتك معانا شايلينها لك، وبحب حقيقي بنصونها لك. تعرف كم طفل في 57 يتمنى تكون له سفير؟ مش لينا لا ولا ليك، ده ولادنا أمانة في إيديك. عملت لنا كتير وكتير، مش بس كام إعلان وتصوير، ولا اسم يتحط في مقالة ويبقى فرقعة وحكاية. ده موضوع أكبر بكتير، ده إحساس ومشاعر وضمير. من نجم كلنا حبيناه وبين رموشنا شلناه. اسمك مش محفور بس عندنا، ده كمان جوه في قلبنا. دي رسالتك رسالة عظيمة وبجد ليها قيمة، وخصوصا من نجم كبير شرفنا وفرح ملايين. عايزينك تفضل ويانا وتعيش فرحة أولادنا معانا. شاركهم أفكارهم وتلون أحلامهم زي ما عودتنا، خليك دايما جنبنا. ممكن تبعد بس شوية، بس اوعى تطول يعني، أصل ولادنا مستنياك وبشوق ولهفة دايما فاكراك. بنحبك وعايزينك، ولو هتسيبنا ما نقدرش نسيبك. دي رسالة حب بجد،
من ملايين عشقة حد، هتفكر ولا ما نستناش الرد؟ رسالة من قلب أطفال مصر في مستشفى 57-357 لأبو تريكة الإنسان. خليل يا عظيم، شكرا يا كابتن أبو تريكة لي. شكرا يا حبيبي، وما فيش كلام أقدر أرد بيه طبعا يعني.